سؤال: أين أغنياء المسلمين وهم كثر؟ لما لم يقم هذا الشيخ وأمثاله، أقامهم الله إن شاء الله من قعدتهم، وجهوا رسالة، وأنا الآن هنا أوجهها لأصحاب الملايين والملايير من خزنة العرب، خزنة الأموال، وموجودين الحمد لله، كثرة كثرة، كثر الله خير العرب المسلمين. ويقول لهم: يا أغنياء العرب، يا أغنياء المسلمين، إذا لم تجد أنفسكم ببضعة ملايين لتزويج هؤلاء السوريات من شباب زيجات متكافئة، باجي بشوف البنت بلاقيها 24 سنة، بنت جامعية، صح؟ صبيحة جميلة طيبة من عائلة، بجيب لها شاب في مثل إيه؟ مستواها، شاب جامعي متعلم ومش قادر يتزوج ولا يفتح بيت، والله مش صحيح. بعطيها 20,000 يورو، بقول له: يا ابني خذ لك شقة صغيرة وتأجر وتزوج المستورة هذه بنت الناس، شكر الله سعيك يا مولانا، 20,000 ولا شيء، هذا عندكم ملايين. إذا لم تجد أنفسكم وكززتم وشححتم وظننتم على الأقل أخرجوا زكاة أموالكم، ولا مش صحيح. 2.5%، أنت عارف إيش معناها؟ يعني اللي عنده مليار لازم يطلع 25 مليون، تخيل؟ واللي عنده 10 مليارات بيطلع هذا ربع مليار، ربع 250 مليون، المليار الواحد. واللي عنده إيه؟ كذا، احسبها، الحكاية سهلة، صح؟ بدنا زكاة أموالكم لإنقاذ إيه؟ شعبنا السوري المهضوم المظلوم، والله العظيم كفى أن العالم كله التقى عليه. مين وقف مع السوريين الآن؟ قل لي، قل لي، قل لي. حتى اللي واقفين معهم، واقفين معهم عشان يذبحوهم. بدنا ناس ينقذوهم، أنقذوا هذا الشعب إيه؟ المظلوم المهيض المحطم المدمر، أنقذوه. على الأقل أنقذوا هؤلاء اللاجئات واللاجئين، ولا ما صحيح؟ أموال الزكاة، أموال الزكاة يا أغنياء المسلمين، زيجات متكافئة، ولا مش صحيح؟ ولا مش صحيح؟ ينفع؟ حد يقول لي: والله يعني إيه، كيف؟ هؤلاء فقراء، هؤلاء مساكين، أكيد فقراء. اللي بتقبل في ظن هذا الشيخ أنها تبيع نفسها، تملك نفسها ملك يمين بفلوس، بدنانير، بدولارات، بيوروات، لا، هذه تأخذ الزكاة، ولا مش صحيح؟ ويحق لها، ومن غير أي منة لأحد، هذا حقها في شرع الله، هذا مالها على فكرة. الزكاة هذه الزكاة هي مال الفقير، مش مالك أنت. وحين يبقى في مالك يدمر مالك، أقسم بالله يدمره، ويدخلك جهنم. فهذا حقها، مالها، أعطيها مالها من الزكاة. شوف عظمة الإسلام يا إخواني. لو سألت أي فقير، أي طالب علم، من هو الفقير في الإسلام عندكم؟ من هو الفقير؟ تعرفوا إيش تعريف الفقير؟ ممكن كثير منكم الحين يطلعوا فقراء. مش الفقير اللي بيشحد، مش الفقير اللي مش لاقي يتعشى. باختصار، من أوضح وأدق التعريفات جامعية من ناحية فقهية، الفقير هو كل من ليس غنيا، صح؟ تعريف بالضبط. اللي مش غني بده يكون فقير. طب مين الغني؟ هذا مش اللي عنده مليار واللي عنده 20,000 وحتى 10,000، لا 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 لا، الغني اللي عنده النصاب زائدا عن حاجاته، ايها الاخوه، وعن ديونه، ما فيش عليه ديون زائد، يعني شبار، شبار عنده، شبار النصاب، النصاب في المتوسط 90 جراما من الذهب، كلام فارغ، يعني ممكن يطلع هيك حوالي 2,000 يورو. يعني عندك 2,000 يورو ويمر عليه سنه كامله هجريه قمريه من غير ما تحتاجهن، انت غني، ويجب عليك ان تخرج الزكاة للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية المعروفة، واضح؟ ما توفر منها، طبعا ما توفر منها. حتقول لي: معناها كثير ناس بيطلعوا فقراء ويحق لهم ان ياخذوا ماذا؟ الزكاة. طبعا طبعا ياخذ الزكاة، هو مسكين فقير ما عندهش، واضح؟ اذا رأى نفسه محتاجا ياخذ من هذا. فكيف اخواتنا السوريات؟ فاول باب اقول لي للشيخ هذان اللاوعية، اقول له: يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، الزكاة، اين الزكاة؟ الزكاة، والله مش صحيح. بعدين أقول له: أين قدرات الناس المسلمين؟ بدل ما توجه، والله لدينا، وحكيت لكم هذه القصة مرة، لدينا أخ في هذا المسجد، الحمد لله هو غير موجود الآن، طبيب، أحب أن يتزوج، شوية تقدمت به السن، أحب أن يتزوج، وسبحان الله يعني اتفاق القدر، هو سوري، من سوريا، فذهب إلى سوريا، بارك الله فيه، نموذج هذا المسلم الخلوق، هذا أخلاق المسلم. فجاءته امرأة أرملة وعندها يتيمة، بنت صغيرة 20، ربما هي 21 سنة عمرها، قالت له: يا دكتور، نحن نتشرف يعني أن نزوجك ابنتنا، هذه ابنتي وهي تحب هذا كذا. قال: لا يا أختي، صعب جدا. كيف؟ قال: لا، لا يمكن، لا أسمح لنفسي أن أتزوج فتاة
في عمر إيه ابنتك، هي لو أنا كان لدي أولاد وبنات ستكون إيه إحدى بناتي في عمرها يعني، وأكيد عنده بنات حتكون أكبر من هيك. إيش عمل الرجل هذا؟ شوف الإنسان الفاضل يا حبيبي، ولا شيخ ولا لحية كبيرة، دكتور صار عنده لحية صغيرة زي حالي هيك، ما عندوش لحية كبيرة، عنده لحية زي هذه مش ستاندر. إيش عمل هذا الرجل؟ كثر الله في المسلمين أمثاله. هذا الدين يا إخواني والله العظيم الحمد لله، أنا هيك مخ هيك مركب غلط، بفهمش الدين، لا لحية ولا جلباب ولا كلام في الدين، بفهم الدين نجاح في التجارب العملية. صح؟ أنت رحت دخلت هندسة مش مهندس، ليش؟ ما تخرجتش مش مهندس أنت. صح؟ هو دخل تخرج أخذ الشهادة هو مهندس، مزبوط؟ إيه. أنت مدين، أنا مدين، لا أنت ولا أنا، لازم نتخرج. حتقول نتخرج؟ إيه طبعا لازم تتخرج في الدين. عارف كيف تتخرج؟ تدخل امتحانات الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا؟ ما ينفعش أنا مؤمن أنا مسلم، الله قال لا، بعيد عن ده، بعيد عن لحيتك بالكلام، الله قال بالكلام، أنت مسلم أنت مؤمن، حفتنك أنا، هختبرك أمام السلطة، أمام الشهوات، أمام الشبهات، أمام المال، أمام الطمع، أمام الفزع، أمام أشياء كثيرة، وحين تنجح امتحان مثل أي امتحان في علم الله. إذا نجحت الحمد لله في معظم هذه الامتحانات، أنت دين، أنت متدين. وصدق إمامنا إيه أبو عبد الله الحسين عليه السلام الشهيد العظيم أبو الشهداء، إيش يقول الحسين؟ ذكرناه أكثر من مرة، يقول إنما الدين لعق على ألسنة الناس، الدين لحسة عسل بالحسون زي العسل، دين دين دين، والله والرسول والسنة، إيش حلوة ما شاء الله، إيه ودجداش ولا شغلات سهلة هذه، وتخدع الناس. قال إنما الدين لعق على ألسنة الناس، بعدين إيش قال؟ قال فإذا نزل البلاء قل الديانون. البلاء، والبلاء مش بس في ساحة المعركة، لا لا، كما قلت لكم البلاء أمام شهوة، أمام شبهة، أمام سلطة، أمام مال، أمام فرصة لمحرم، تعلو بها، تعز بها، تقول لا إني أخاف الله ما بدي. هذا البلاء إذا نجحت في معظم هذه الاختبارات حتأخذ شهادة التخرج بإذن الله تبارك وتعالى، مثل ما قال سيدك رسول الله عليه السلام، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وضبطها بعضهم عودا عودا، يعني مرة إثر مرة، مرة إثر مرة. قال فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على مثل قلبين، اللهم اجعلنا أي من أصحاب القلب الأبيض. قال قلب أبيض مثل الصفا، مثل حجر الصوان الجميل، تزل عنه الفتن، لا تتماسك عليه أي فتنة، لا يتشرب الفتن، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعلنا على هذه الصفة، بحق لا إله إلا الله. لماذا يا إخواني؟ متخرج، صاحبه متخرج، تخرج في مدرسة الرحمن، امتحن ونجح، ابتلي ونجح، مش بالمظاهر مش بالكلام، امتحانات امتحانات، الله معطيك شوية فلوس بدل ما تتزوج وتطلق، تتزوج وتطلق، لا خلاص هتزوجت هالمرة ولا هالأربع مرات إذا عندك وقت للشغلات هذه، والباقي بزوج فيه العزاب، ولا مش صحيح؟ زوج أتخرب إلى الله بهذا، أقسم بالله من أعظم ما يتخرب به إلى الله، أقسم بالله يا أخي، ولا مش صحيح؟ عزاب من البنات إيه والأولاد، تحرق العزوبة إيه حياتهم يا إخواني ووجدانهم، ليه؟ أفتح بيوتا من أجمل ما يكون، أساهم في إعفاف المجتمع المسلم، لماذا لا أفعل هذا؟ الآن هؤلاء اللاجئون السوريون، أعطي للرجال والنساء يا أخي، قف مع هذا الشعب المسكين، قف، هذه الفتنة، هذا هو الابتلاء، هذا هو الابتلاء. فما تقول ليش يا شيخ السبيل الشرعي إيه؟ الوحيد في سبل كثيرة، منها الزكاة أول شيء، منها أيضا إيه؟ كيف يصرف المقتدرون الفائض من أموالهم، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، وانتم عارفين إيش العفو، العفو هو الزائد. آية مخيفة هذه الآية، نقرأها ولا نقرأها؟ بتخوفنا على فكرة، وما نحبش نقف عندها. الله بقول يا محمد يا خيرتنا يا صفوتنا، أصحابك يسألونك ماذا ينفقون، الله بقول لهم الجواب عندي، قل لهم العفو. العفو شو العفو؟ قال لك الزائد، عندك أموال زائد عن حاجتك، مدكينها مخزنها، أنفق. هاي بتخوف، قل العفو. العفو لما يأتي أكرمكم الله الجمل أو الدابة الحوض وتشرب، تشرب ما تركته الماء، يقال أعفته، هذا عفو، خلاص
زاد عن حاجتها، شربت وهذا زاد، هذا اسمه عفو. كذلك أنت بنيت، زوجت أولادك، عندك فلوس، أكلت، شربت، بدل السيارة سيارتين، عندك زيادة، أنفق أنفق، أحسن لك، أحسن لك كثير والله، والله حيخلف عليك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كان الإمام أبو قدامة الليث ابن سعد إمام أهل مصر، الإمام الخامس في الإسلام رضوان الله عليه، كان غنيا وعنده ضياع وعنده تجارات، وبتغل له في السنة مئات الألوف، مئات الألوف الدنانير، ملياردير كان هذا يعني، ولا مرة في حياته دفع الزكاة. ليش؟ فاسخ؟ أبدا، لأنه ولا مرة حال عليه الحول عنده إيه؟ النصاب، كله ينفق فيه، وكل سنة تأتي الغلال والثمار، ينفق ينفق ينفق، مات ولا مرة دفع زكاة. بس إيش كان يعمل؟ ينفق كل ما عنده، كل العفو هذا كان ينفقه رضي الله تعالى عنه وارضاه. بدنا اليوم من مشايخنا يعملوا شيء زي هيك. واحد يقول لي وش بدريك؟ أكيد فيهم طبعا، الحمد لله، إن شاء الله أكيد كثيرون يفعلون هذا طبعا، نحن لا نعلمهم، الله يعلمهم، بس أنا عيني على مين وحديث لمين؟ لأبو العشرين واثنين وعشرين واللي زيه، أقول هذا ما ينفعش، لا يليق بك، والله العظيم لا يليق بك، ولا إيه بمشهدك الكريم. أكيد مشهد كريم، هو اللحى الجميل، هذا مشهد إيه؟ سنة سني، هذا المشهد الكريم اللطيف لا يليق به إيه أنك تظهر أمام الناس وأمام إخوانك وتلاميذك من الدعاء يقولوا أبو 22 نكح 22 بكر، هذا غير لائق. أفضل أقول لهؤلاء لا تفعل هذا، وأنفق ما عندك في تزويج الشباب والشابات، هذا أفضل وأكثر أخلاقية وأكثر كرامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نقي صدورنا من سخائمها، اللهم نقي وطهر ونظف صدورنا وقلوبنا من العصبيات المذهبية والطائفية والحزبية والحركية وكل عصبية. اللهم أمين، واجعل انحيازنا، واجعل وجهنا لوجهك الكريم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، جزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.